سيد الوالي، سيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، سيداتي وسادتي، قبل كل شيء نحب نشكركم على الاستقبال وعلى الحفاوة وعلى وجودكم كلكم هنا، وشكرا أي أخ محمد فريحة على العرض. الاجتماع هذا بالنسبة لي سهل ياسر وصعيب ياسر. سهل ياسر لأنه واضح اللي ما ثمش يعني أي اختلاف بيننا في التشخيص، كنا متفقين على أن المدينة هذه أقصيت وهم بشت، وكان ذلك بفعل فاعل ولنوايا سياسية وجهوية وشخصية إلى آخره، هذا الشيء كله متفقين فيه. كذلك متفقين أن المرحلة هذه انتهت وانتهت نهائيا إن شاء الله، أن الثورة أنهتها، ثم الحكومة الجديدة هذه بالنسبة لي هذا موضوع مفروغ منه، أن المدينة هذه يلزمها تعود إلى سالف عهدها ونشاطها، مش لمصلحتها المدينة فقط وإنما لمصلحة البلاد كل. إذا هذا التشخيص واضح نهائي، ما عادش فيه والإرادة السياسية اليوم بالعكس هي دفع هذه المدينة لاستعادة مكانتها وأن تصبح قاطرة في باش تجبد تونس إلى الفوق. إذا هذه نقطة خلاص انتهت. أيضا الأهداف كلنا تقريبا متفقين عليها، البيئة، غلق السياب، تطهير المنطقة وتهيئتها لإنجاز مشاريع عقارية وتجارية سياحية، النقل، تجهيز الميناء التجاري، إعادة هيكلة شبكة المرور، إنجاز المترو، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توفير الحظوظ المادية والشراكاتية لإنجاح مشروع تكنوبول، تحديث وتطوير المدينة، حظيرة تبرورة، مشروع ميديترابوليس والمدخل الشمالي والجنوبي، السياحة الثقافية، ترميم المدينة القديمة والسياحة البيئية في قرقنة، الصحة، مستشفى جامع 2 وسياحة طبية. نجم نضيف لك أيضا بكل سرور، لأني تعرف اللي أنا بالنسبة لي الثقافة ما هيش لا سوريز كوميسو لو جاتو سي لو جاتو لو ميم، يعني بالنسبة لي الثقافة هي التنمية، وبالتالي إذا احنا زادة متفقين. الأهداف هذه كلها واقع عليها اتفاق وما فيش حتى إشكال أنه نحن قادرين على، مش فقط قادرين وإنما مجبورين مش نحققوها، ومش نحققوها في أقرب وقت. وين الإشكال؟ إذا ثم الإرادة السياسية، الأهداف مشتركة ما بين القطاع الخاص والإرادة السياسية والقطاع العام إذا كان ساهم فيها. وين المشكل؟ المشكل فيها أنه الفترة اللي باش نبدأ فيها في هالمشاريع هذه احنا في فترة انتقالية تتميز بصعوبة الوضع، تتميز بالمشاكل الأمنية، المشاكل الاجتماعية، الطلبات المشطة، الحاجيات المشروعة واللي ما نقدرش نلبيوها، دونك الوضع الاجتماعي والسياسي تتميز أيضا، وهذا أخطر شيء هو بالعراقيل الإدارية. احنا اليوم الواحد قريب باش يعني يقطع شعره أو ما بقي له منه، فهمني، وقت اللي يشوفوا اللي اليوم الناس شد الصف علينا بالاستثمارات، والحاجة يعني ملحة اللي باش الناس ده على الأقل تشوف، وفي الوسط عندك يعني جهاز بيروقراطي أولا وريث لعهد البيت برجالته اللي هم مصممين باش الأمور ما تمشيش كما ينبغي بسرعة، بقوانين يعني ما أتى الله بها من سلطان. يعني وهنا الغرابة في بلادنا أنه احنا اليوم علقنا الدستور وما أدراك ومناش قادرين نعلقه جملة من القوانين الظالمة المعرقلة البيروقراطية لا أراك الله. إذن احنا توا دائما نقول للحكومة أنه إذا كان ما حسناش الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي وهو ما نحن بصدده لحسن الحظ، وإذا كان متغلبناش على هالبيروقراطية وما عرفناش وين تقع اللي يقولوا دي ترونجلومون في كل بلاصة، وين القوانين اللي يلزم تلغى بسرعة وتتحط على جهه ونبداو ندخلوا حتى بار دي ديكري لوا، رانا ماناش باش نراو الخطر داهم، لانه يعني شيء يقهر انه من جهه عندك الامكانيات الماديه ثم الناس تشد الصف باش تعمل استثمارات كذا، بعد كي يجي يقول لك من الدقيقه الاولى تحط فيها المشروع حتى يبدا ضربه الفاسدول حبت لك عام ونص عامين، ما قادرين احنا ماناش قادرين ولا المناطق الداخليه قادره باش تستنى عام ونص وعامين. اذا هذه الصعوبه الكبرى، واحنا اليوم نعمل ليلا نهارا على تشخيص هذه العراقيل الإدارية وعلى فهم فين واقفة، وين عاطلة، وين هالجلود ترانجلمو باش نحيوها، باش يعني السيولة الفلوس اللي موجودة اللي الناس مستعدة. راو ما عندكمش فكرة النهار كله أنا نستقبل في من نهار وليل سعوديين قطريين ألمان كذا، وماش كلام فارغ، يعني الناس مستعدة فعلا، لأنه تونس كثير من الأطراف العالمية والدولية بحاجتها أن تونس تنجح. إذا ثم استثمار داخلي هام واستثمار خارجي هام، لازمنا نحلوا هالتيو ما بين الموارد اللي قادرين باش يسخروها وما بين الإنجازات التي يجب أن تقع.
إذن هذا هو الوضع ونحن سنفعل كل ما في وسعنا لإزالة هذه العراقيل الإدارية. لكن زاد أنتم ما تستناوش، فونسي فونسي، ادخلوا يعني اذحموا على وزارة، امشيوا واعتصموا، كانت صحة طبيعي قدام وزارة التشغيل، انتم اعتصموا يا اخي الاعتصام كلش للخدامة برا، واعتصموا برا ما عادش تخرجوا له، مشيوا لوزير الصناعة وقعدوا غادي، اعطيني المشاريع شنو الكلام هذه؟ قال لك باش نعمل زون صناعية يلزمني نقعد عام ونص ونستنى، وثم شخص قال لك شنو هو؟ قال لك ما ضد العملية، هذا شو واقع تو، ثم عندنا بقايع اللي ثم شخص واحد معطل المشروع كامل. هذا هو الشيء اللي لازمنا نمشوا فيه، دونك فونسي، احنا من جهتنا وانتم من جهتكم نجموا نعملوا العراقيل بسرعه. بربي في قضيه الجبايه، ثم سمعت انه ربما انتم مهددين من الجبايه، تذكروا في الوقت اللي جيت ما نعرفش يعني كنتم موجودين وقت اللي استدعوني في لوتيكا، قلت ثم اربع اشياء يعني الدوله تعطي والقطاع الخاص تعطي، شنو هما الاربع اشياء بالنسبه للدوله يجب تعطيها؟ اولا ان الدوله هذه ما عادش صلت الجباية كعقاب، ما عادش تستعمل سلاح الجباية كعقاب ولا كشانتاج ولا آخره. قلنا إنه الدولة تحب تعمل إدارة سريعة، وهذا هو الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه. إنه قلنا إنه مثلا ما عادش ثم هذيك الفساد في أعلى هرم الدولة ولا فيها كذا وكذا، هذا انتهى. وقلنا إنه الدولة باش تعمل قضاء مستقل وعادل نزيه، بحيث ثم إذا كان ثم خلافات الناس تعرف اللي هي في دورة قانون. لكن في المقابل قلنا انه ايضا رجال الاعمال يلزمهم يدفعوا ضرائبهم، وقلنا يلزمهم يحترموا حقوق الشغالين، وقلنا يلزمهم يحترموا حقوق البيئه، وقلنا انه ما يدخلوش في كما يعملوا بعض الناس توا قاعدين يمولوا في جرائد مشبوهه، فهمني، باش يحاولوا يلعبوا لعبه سياسيه، هذه لعبه القذره يلزمها ما تقعش. قلنا اذا كان الاطراف دوله تقوم بالاربع نقط والقطاع الخاص يقوم باحترام الاربع نقاط، مفروض اللي يولي عنا عقد اجتماعي جديد نجم نخدموا به ونوصلوا لما سميناه لونتربريز سيتويان. اذا الجبايه ماهيش باش تقع للانتقام، لكن زاد يلزم الناس تدفع ضرائبها، لانه قبل كانت هاكا ندفعوا 26 باش ما ندفعوش للدوله، والدوله رغم كل شيء يلزمها موارد. اذا الامور واضحه، اذا لن يكون هناك تنكيل جباي، لكن ايضا لن يكون هناك تهرب جباي، لن نقبل لا هذا ولا ذاك. احنا ما نعملوش التنكيل وانتم ما تعملوش التهرب، وانا ذاك الناس كلها غنيون غنيون. فيما يخص منع السفر، فعلا هذه نقطه يعني انا حارس عليها بان تتحل باقرب وقت، وان شاء الله نشوف فيها في اقرب وقت. قضيه تطبيق القانون، لا توصيتي مع النواح، احنا كنا دائما نقولوا نعم يجب تطبيق القانون. فالفتره هذه نتاع الشغشبه اللي صارت الناس اعتبرت انه تنجم تعمل كل شيء، من اللي يبني بلا رخصه للي يورد بلا رخصه للي كذا، بشويه باش نرجعوا لتطبيق القانون، هذا قد ياخذ بعض الوقت لكن الاتجاه ماشيين فيه. فيما يخص اعاده هيكله الديوانه، لا توصيتي مع لانه احنا ايضا اذا كان ثم يعني حاجه لابد من اصلاحها هيكليا، لان راي الموارد اللي قاعده تهرب، احنا قاعدين عندنا فكره شويه لكن يظهر لي سوز استيمي، انه فعلا ثم اموال رهيبه قاعده تخرج ويلزمنا نعاودوا نعملوا هالديوانه. وفعلا انا من الناس اللي حريصين اكثر الناس على انه يقع اعاده هيكله هذا القطاع. كيفيه تفعيل النشاط، احنا على كل حال انا ماشي في ضروره انه في اقرب وقت يصير فيه انتخابات بلديه، في اقرب وقت تصير فيه هناك مجالس جهويه، في اقرب وقت تولي هناك اوتونومي يعني في 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 في, في, في مناطق كامله، باش اهل مكه ادرى بشعابها، باش تولي هالسنتراليزاسيون الموجوده اللي هي قاعده تضر بالبلاد تتنحى، فهمني، هذا شيء ايضا ماشيين فيه، وسياسيا سنعمل بكل قوانا على ان نحققه. خليني نخدم باش نقول اللي عندنا عامين ثلاثة ما نعرفش قداش، ما ثم حتى حد ينجم يقول، لكن ثم الفترة هذه الانتقالية في آخر المطاف باش تنتهي والبلاد باش تتحط على السك، لأنه ثم الإرادة السياسية، لأنه ثم شعبنا واعي، لأنكم أنتم موجودين هنا وقادرين باش تستثمروا، لأنه ثم إرادة دولية على أن تونس تنجح، ولو لم تكن هذه الإرادة الدولية على أن تونس كدولة ديمقراطية صدقوني رانا مالك العام عملوا لنا ثورة مضادة وما نعرفش كان يجرى لنا. ثم إرادة الآن من كل أطراف الدولية أنه هالبلاد هذه لازم تستقر ولازم تتقدم، لأنه هذا الأوروبيين فهموا اللي هو في مصلحة أوروبا، الجيران شرقا وغربا فاهمين هذا، ونحن يعني هذه ورقة رابحة هامة جدا.
الثابت اللي هو في المنطقة هذه، عندكم أراضي خصبة، عندكم مقاطع أتربة، عندكم سبخات الملح، عندكم المناجم، عندكم الطاقة، وعندكم خاصة المادة الشخمة، وعندكم هذه التقاليد متاع مدينة يعني قوية صناعية تجارية قادرة باش تجر مش فقط هذه المنطقة وإنما البلاد. ما أريد أن أقوله يعني بكل اختصار، اللي أنا بصفتي جنوبي نعتبر هالبلاد هذه عاصمة الجنوب بطبيعة الحال، وبالتالي نعتبر اللي دوركم في تنمية مش فقط يعني المناطق الداخلية وإنما أيضا كل هذه المنطقة. دوري أنا الآن كرئيس دولة، يحبوا كلمة مؤقت مش مشكلة، خليهم يمضمضوا بها كلمة مؤقت، هذا يشبعوا بها قد ما يحبوا، لكن في هالفترة هذه هالأشهر القليلة هذه والشيء اللي كاتبنا باش نقعدوا فيه ليلا نهارا، سأكون معكم في قضية تصفية يعني كل ما أمكن من الملفات. عندنا هنا والحمد لله يعني في الرئاسة عندنا ناس نهار كله هما وراء الملفات، يعني أنا أتحدث بصفة سياسية بصفة عامة، وهم أهل الذكر أهل الميدان ليلا نهارا في الوزارات يعني دفع المشاريع، دفع الملفات، رفع العراقيل، وصدقوني أنهم يشتغلون في المواضيع ليلا نهارا. إذن خليوا ثقتكم أولا في, 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 في مدينتكم في بلادكم في الإرادة السياسية يعني اللي مصممة العزم على أنها فعلا ترفع كل العراقيل، وعاونونا احنا نخدموا من جهتنا ليلا نهارا، انتم اخدموا لي من جهتكم ليلا نهارا، والمستقبل سيكون لتونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.